الرحمن الرحيم نقول لكم يا أهل حلب لقد ختمنا نحن مظاهرتنا ودعائنا لأطفال حلب. سوريا حرية وبس. مظاهرات نصرة لاخواننا في حلب ارادوا ان يعبروا عن ارائهم، ارادوا ان يثبتوا لحلب باننا قلب واحده، باننا نشعر بهم، بان دماءهم غاليه علينا. كما قالوا لي هم يريدون ان يعبروا بان هناك ناس في حلب تموت، هناك نساء تموت، هناك اطفال تموت عبر وكيف قاسيون. اردنا ان نوصل صوتنا اكثر عن معاناه عن ما يقولون لحلب. كان معكم لوكاله قاسيون النشط الاعلامي تيزي القصراوي نصرة لاهلنا في حلب.